نشرة أخبار السادسة من كافان كات تي في، هذه هي أبرز عناوينها. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتباحث مع نظيره المالي بالرباط. أمن الميناء المتوسط بطنجة يحجز كمية جديدة من المخدرات كانت في طريقها إلى إسبانيا. وباريس سان جيرمان يعرض نيمار للبيع بهذا المبلغ. إلى تفاصيل، أهلا بكم. عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مساء أمس الخميس بالرباط جلسة عمل مع نظيره المالي سوميلو بوبي ماجا بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها المسؤول المالي إلى المملكة المغربية على رأس وفد هام. وأكد العثماني بهذه المناسبة أن المغرب سيستمر في دعم الجهود الوطنية بجمهورية مالي من أجل الحفاظ على وحدتها الترابية وتماسك مكوناتها. وقال العثماني أيضا: إذا كنا قد هنأنا أنفسنا لانتصاركم، وهو أيضا نصر جماعي على تحديات الإرهاب والانفصال بمالي، فنحن ما زلنا جميعا واعين بحجم التحديات التي تواجهنا في الحقبة الجديدة للتصالح وإعادة البناء الوطني. مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب سيستمر في دعم الجهود الوطنية المالية من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وتماسك مكوناته. وأضاف السيد العثماني أنه انطلاقا من ارتباط المملكة المغربية بالتعاون جنوب جنوب، فإنها لن تدخر جهدا في مواكبة مالي البلد الشقيق والجار فيما يخص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبرها ذات أولوية، وذلك في إطار بيئة يطبعها الاستقرار والأمن والسلام. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أمس الخميس بالرباط عقب انعقاد مجلس الحكومة أن لقاء وفد مغربي بلشبونة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كولر لا يتعلق بمسلسل للمفاوضات بل باتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء المغربية. لنتابع تصريح السيد الوزير. بالنسبة للموضوع المرتبط بالقضية الوطنية، أولا السيد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي قدم تصريحا ضافيا في الموضوع، جرى فيه التأكيد على عدد من النقاط. أولا، اللقاء الثنائي الذي تم بلشبونة كان لقاء غنيا مثمرا، جرى فيه النقاش في إطار من الثقة. ثانيا، الأمر لا يتعلق بمسلسل المفاوضات، وهذا الأمر جرى التأكيد عليه سابقا وجرى التأكيد عليه الآن، بل اتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء المغربية. محليا، في إطار محاربة الاتجار الدولي في المخدرات بميناء طنجة المتوسط، تمكنت المصالح الأمنية العاملة بالميناء مساء أمس في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف شخص من مواليد 1987 بطنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحجازة والاتجار الدولي في المخدرات. المعني بالأمر تم توقيفه بعد إخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا والمحملة بفاكهة الأفوكادو لتفتيش دقيق عبر جهاز سكانر أسفر عن ضبط وحجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرة وجدت مخبأة بعناية داخل الهيكل الخاص بالمقطورة. الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. إلى فرنسا، حيث عبرت هذه الأخيرة عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن فرنسا تأسف لهذا القرار، مشيرا إلى أن حربا تجارية لن تسفر سوى عن خاسرين. وأضاف في تدوينة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: سنقيم مع شركائنا الأوروبيين العواقب على صناعاتنا والرد الواجب اتخاذه. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25.10% على واردات الصلب والألومنيوم على التوالي،
متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل. وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، وأوضح مسؤول أمريكي أن القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي، وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم. رياضياً، كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن باريس سان جيرمان قد يوافق على بيع نيمار سيلفا الصيف المقبل مقابل مبلغ خيالي. ووفقاً لنفس المصادر، فإن رغم تصريح ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان في أكثر من مناسبة بأن نيمار ليس للبيع، لكن النادي الفرنسي قد يسمح برحيل البرازيلي مقابل 400 مليون يورو. من ناحية أخرى، قالت المصادر إن ممثلين لريال مدريد التقوا قبل بضعة أسابيع في باريس مع والد نيمار واثنين من المحامين لمناقشة الصفقة المحتملة. وأكد ممثل النادي الملكي خلال الاجتماع أن الميرينجي مستعد لدفع أي مبلغ للحصول على نيمار، كما تمت مناقشة الاستراتيجية التي سيتبعها اللاعب لإجبار سان جيرمان على السماح له بالرحيل، بالإضافة إلى الراتب السنوي والمكافآت التي سيحصل عليها نيمار في حال انتقاله لملعب سانتياغو برنابيو. تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نظمت ثانوية مولاي يوسف التقنية بطنجة حفلا فنيا احتفاء بنساء المؤسسة. تفاصيل أكثر عن الموضوع مع الزميلين بلال كمال وأسامة أوزين. بمناسبة يوم المرأة العالمي، ارتأى أساتذة وأطر مؤسسة مولاي يوسف التقنية تكريم نساء المؤسسة من أستاذات وعاملات نظافة، تقديرا على دورهن الفعال داخل المؤسسة بصفة خاصة وداخل المجتمع بصفة عامة. إذن احتفال بهذا اليوم العالمي للمرأة، ثانوية مولاي يوسف دابت دائما على الاحتفال بهذا اليوم. يمكن نقول هذا العام كان شويه زايد فيه شويه دوغري، نعم، ولكن فكنا نحتفل كل سنه حسب ما نتوفر عليه. اذا في هذا الاطار هذا الاسبوع قلنا اذا لننظم حفل بمناسبه اليوم العالمي للمراه الذي يصادف 8 مارس، ثم ننتقل الى انشطه اخرى. دائما في اطار مواكبتنا لاحتفاء المغاربه باليوم العالمي للمراه، اخترنا لكم هذه المره مدينه الناظور لنستقي منها بعض التصريحات لمجموعه من النساء اللواتي يشتغلن في مجالات متنوعه، لنشاهد ماذا قالوا عن هذا اليوم. بمناسبه اليوم العالمي للمراه، اهدي لكل ام، لكل سياسيه، لكل فاعله جمعويه، لكل مناضله، ولكل عامله عيدا سعيدا بهذه المناسبه، وانهاها للمره الثانيه على مدى تقدمها وعلى مدى اثبات المراه وتواجدها في جميع الميادين، فعيدا سعيدا لها. بمناسبه اليوم العالمي للمراه، اتقدم باحر التهاني لنساء العالم بهذه المناسبة الثامنة. والحديث عن المرأة في هذا اليوم فخر أممي، لأنها حققت عدة إنجازات وفي جميع الميادين السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، وخصوصا بالنسبة للمرأة المغربية والريفية، لأنها استطاعت أن تصبح دكتورة ومهندسة ووصلت كوزيرة ووزيرة وبرلمانية. نهاية النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني kav24.tv. شكرا على حسن المتابعة.